ريسلين كامباني ان هو يحقق اول انتصار لتحقيق اول انتصار او معاودة الانتصارات. ادي كرة عرضية وابعاد من لعلاء بيفكر يربط بيسلم في وسط الملعب، ادي كرة عرضية خطيرة ولكن على طول بوسكا رغم انها عدت لكن كانت رايحة لكن احمد بوسكا كانت بدايته مع الزرقاء ثم النادي المصري، لكن انتقل كان عنده هدف مهم جدا جدا احمد شريف سجله في فوز فاركو على سيراميكا كليوباترا في منافسات الامارات، ومن خلال التدرج بشكل منطقي الوصول الى المناطق المؤثره. ادي كره في منتهى الخطوره، مش بقول لحضراتكم 19 تعادل دول 6 سلبي و13 ايجابي، ودي فرصه كبيره جدا جدا عند احمد شريف مره ثانيه، ودي تهيئه على حدود منطقه او محمود حماده يطلع المره دي جابر. ادي العرضيه من يهابل عدت لكن على طول ابعاد، ودي السكند بول تسديده قويه جدا جدا. النيجيري لاعب الصفاقسي التونسي حط فيها قوه لاسترين كامباني حتى الان بشكل جيد. الكره الاماميه عرفه قدامه مساحه لكن 10 على 10 يا ولد محمد صبحي. كرة مرة تانية وبوسكا واقع على الأرض ولقطة خطيرة جدا جدا شفناها فجأة لكن بترتد، ودي كرة بباطن القدم عايز يركنها واستمرت، لكن آدي البداية وآدي الحكاية، آدي الكرة وآدي المحاولة وآدي التدخل من شريف مع بوسكا وقعوا لكن الكرة استمرت وأشار باستمرار اللعب حكم اللقاء، ومحمود حمادة بيركن بباطن القدم تقريبا من على بعد 27 متر لكن بيحطها بعين سكري لعلاء زبط كورته العرضية عقام الاول. ادي كنترول حلو يا ولد يا ولد يا ولد اللي فشل فيها في السكة وعمل الكنترول، لكن الدوران فيها رشاقة وفيها احساس، فيها احساس حلو بالمكان يدوب سنتيمترات ربما، دي افضل كورة في احداث الشوط. هات وخد لكن تتقطع، وشايف 4 دقايق بيعلن عنهم الحكم الرابع سامي حسين. ادي هجمة خطيرة لعرفة وتسديدة خطيرة جدا علاء عبد العال، ادي الكرة وادي تأجيل القرار من المساعد الثاني اللي بعد ما صد وانقذ كرة مرة تانية داخل المنطقة، وضربة مقصية ولكن بيخطئها، ودي مرة تانية متابعة وعايز ياخد ركل الجزاء وخد ركل الجزاء، هو عايز ياخد ركل الجزاء وليد علي، وبالفعل في مفيش تأكيد بي استرين كامباني، وفي فرق ان انت في اللحظات هنشوف القرار لغى ركلة الجزاء ان هو يخرج متعادلا غير ان هو يخرج متأخرا وممكن متقدما، ودي داهش كرة قوية جدا جدا عايزة حنية لكن لسه المتابعة، لكن في الأخير قوة أحمد داهش. وبالفعل في هذه الأثناء أصدقائي المشاهدين محمود ناصف حكم اللقاء بيصدر الستار على منتصف بعد عودته للفار لغاها مرة تانية، وعلى بركة كينجسلي سكري كرة جوه المنطقة لكن صبحي المرة دي بتقع منه. هل في ركلة جزاء؟ ركلة جزاء، ركلة جزاء، تهور يقع وياخد ركلة جزاء من محمد صبحي. بالفعل لمسة ازاي داهش بيلعبها كرة حلوة، ودي لمسة ولكن صبحي واول فوز ليه في بطولة الدوري ويسيب المركز الاخير، لكن هنشوف. ادي كرة معرضية جول 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 ولكن راية وصفارة لقطة من البديل، المساعد رفع لكن هنشوف القرار، القرار جول 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 جول. اخيرا اخيرا فاركو بيسجل اللي احدث الفارق. ادي كرة من البديل عبد الناصر حطها ولمسها نكشها خطفها ببراعة شديدة جدا جدا الولد الشاب الخطير جدا جدا احمد شريف علشان يفتتح التسجيل اصدقائي، ويتقدم فاركو على استرين كامباني في الدقيقة 58، واحمد شريف يسجل تاني اهدافه في بطولة الدوري المصري الممتاز، واخيرا فاركو. لكن هل في ترجمة؟ هنشوف. ادي الكرة العرضية لكن على طول
دفاعات قوية من فاركو مرة تانية صبحي يا ولد يا ولد. هيبقى الموقف صعب جدا جدا جدا. كرة معدية بوسكا في غرابة شديدة جدا، يطلع في الجبهة اليسرى، ادي عرضية حلوة من يقابل، ولكن فين يا عصام؟ فين يا عصام؟ هو ده المسمى. مرة تانية مودي بيلعب كرة في مكان خطير، دهش يا ولد يا ولد يا ولد، ولكن تسديدة قوية، لكن تبقى نتيجة معلقة. كرة للأمام وهجمة جديدة، رفع وشه ودي العرضية وفرصة جول 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 جول، دي ما تطيحش يا جدعان. كرة وهجمة والبديل، البديل علي بهيج بيسجل هدف من حديد، هدف تاني في الدقيقة 77 من كرة عرضية، عرضية حلوة تدي الأمان والإطمئنان للفريق السكندري فاركو ووقو، ويدي سعادة واطمئنان لمجدي عبد العاطي، استلم حلو ومحضر حلو، عرضية حلوة من صغيري، اللعيبة البدلاء واحد صنع والتاني حط تسديدة قوية جدا جدا، فينيشنج على أعلى أعلى مستوى، وأنا قلت لحضراتكم إن الفينيشنج هو آخر تمريرتين، التمريرة الدليفري ودي المساحات اللي موجودة بشكل كبير في دفاعات استرن، ادي كرة عند عبد الناصر بيحط كرة عرضية قوية، وادي الكرة المجلية وادي الخطأ الدفاعي، يا ساتر يا ساتر مش ممكن، كرة بتخبط اكن فيه تصدى لها القائم الايسر ويلاقيها بوسكا علشان يوقف النتيجة فقط عند اتنين لا شيء، وادي هجمة مرتدة وكرة عرضية حلوة، هل فيها لمسة يد ولا فيها ايه؟ فيها تسلل اساسا، فيها تسلل من البداية بالفعل، اسلام جمال هو تمريره اماميه لمصلحه اسرن كامباني، هجمه ممكن تعمل خطوره، ودي كره عرضيه خطيره جدا وجها لوجه بعد نهايه هذا اللقاء، مباراه حلوه كلاسيكيه تستحق المشاهده والمتابعه، هتنطلق ان شاء الله كبيره جدا جدا، بيقطع ويعمل انطلاقه عكسيه وهجمه مرتده 4-2، عدى رزق حمرون، عدى رزق حمرون، وممكن جول 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 جول، هدف ثالث، هدف ثالث وهدف اول للجزائري رزقي حمرون، ولا مين هو؟ لا ده اسلام جمال، اسلام جمال اللاعب البديل، والنهارده مجدي عبد العاطي بيجد الحل في اللاعب البديل اللي بينزل علشان يضيف، وبالفعل اسلام، لكن الحكايه والبدايه كانت عند مودي اللي قطع وعمل هجمه مرتده وقطع ورقص وراوغ بشكل جيد اللاعب البديل اسلام جمال اللي دفع بيه مجدي عبد العاطي بديلا لشريف بعد ما تاكد ووثق في تقدمه 2-0، لكن اسلام جمال اكتسب الخبره ويكافئ مجدي عبد العاطي. طلائع الجيش عنده 5 نقاط هو والمقاولون العرب، وان كان طلائع الجيش عنده مباراه مؤجله، ادي فرصه جديده لهدف رابع، لكن بوسكا يقول كفايه كده، وفي راية وصفارة وعلاء عبد العال الأخيرة، وكان في تسلل في الكرة اللي فاتت ديت قبل إنقاذ أحمد بوسكا، وبالفعل بالفعل مشاهدينا الكرام بتنطلق صافرة نهاية هذا الحوار ونهاية